الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي هي افتتاح للجزء الثاني من برنامجكم أعلام أمازيغ خلدهم التاريخ. يتجدد بنا اللقاء إخواني الكرام لنستكمل حلقات البرنامج في موسمه الثاني، خاصة بعد إلحاح مجموعة من الأصدقاء والمتابعين والمحبين من أجل الاسترسال في التعريف بأعلام الأمازيغ وتسليط الضوء على تلك المواقف التاريخية المشرقة والمحطات الحضارية الخالدة لهذه الأمة المغربية العظيمة. فنزولا عند رغبة هؤلاء الأحبة، نفتتح مجموعة أخرى من حلقات الأعلام الأمازيغ على نفس المنوال وعلى نفس المنهج الذي سرنا عليه في الحلقات السابقة. وهنا أذكر، وكان علي لزاما أن أذكر بهذا، أن الغرض من هذا البرنامج هو الإسهام في التعريف بالنبوغ المغربي وبجهود الأمازيغ في بناء الحضارة الإنسانية عموما والحضارة الإسلامية على وجه الخصوص، وكذلك نفض الغبار عن هذا التاريخ العريق برجالاته وأعلامه وقاداته وقبائله ودوله. وليس الغرض إذكاء النعرات أو إثارة العصبيات أو الانتصار لعرق دون عرق أو شعب دون شعب، وذلك استجابة للنداء النبوي الخالد يوم حجة الوداع حينما قال: أيها الناس، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر. على أن الانتساب لعرق أو شعب أو قبيلة وحتى إظهار ذلك وذكر مآثره ليس فيه ما يعاب، بشرط ألا يكون ذلك كذبا أو ادعاء أو تفاخرا أو قدحا في الغير. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفاخر بالأحساب ومن الطعن في الأنساب، مما يفيد الاعتدال في مثل هذه الأمور. أيها الأحبة الكرام، أجدني في هذا البرنامج أقف موقف الأستاذ الكبير عبد الله قنون رحمه الله في كتابه الفريد الشهير الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت مغربي، وهو النبوغ المغربي، حيث ذكر في مقدمته حينما تحدث عن أسباب وضعه وتأليفه لهذا الكتاب ذهول كثير من المشارق عن تاريخ وحضارة وأدب المغاربة، حتى لا تكاد تسمع ذكر مراكش ولا فاس في دراساتهم ومؤلفاتهم، وحتى ظن الكثيرون أن لا حظ لهذا القطر في شيء مما يذكر من هذه الأمور. فما علينا إذن كما قلت هو نفض الغبار عن هذا التاريخ وهذه الحضارة وهذه المواقف، إنصافا لأهلها وإحياء لذكراهم وسيرهم في إطار من التكامل والانسجام، كما قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعود فأقول: برنامجنا يتناول أعلاما من التاريخ والحضارة الأمازيغية التليدة الذين نصر الله تعالى بهم الدين ورفع بهم لواء الشريعة، كما قال ابن خلدون رحمه الله في كتابه حيث ذكر مآثر هذه الأمة وذكر أخلاقهم، ثم قال: وأما إقامتهم لمراسيم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم ما يدل على رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك. ولعلي أكتفي في هذه الحلقة بالتذكير بأبرز الأعلام الذين سبق أن ذكرناهم في الحلقات السابقة من باب ربط السابق باللاحق، وحتى تكتمل الصورة عند من فاتته تلك الحلقات. ففي الحلقة الأولى عرفنا بالأمازيغ وذكرنا مذاهب المؤرخين والنسابين في تحديد أصولهم من خلال مجموعة من النظريات، منها نظرية الأصل العربي ونظرية الأصل الأوروبي ونظرية الأصل الحامي ونظرية الأصل الإفريقي والمتوسطي وغير ذلك. وقلنا إن الأقرب للصواب
كون الأمازيغ أمة مستقلة لها كيانها ولها ثقافتها، ولا يبعد أن تكون جامعة لكل هذه الأصول. وفي نفس الحلقة تحدثنا عن القبائل الأمازيغية الكبرى، وقلنا إنها ترجع إلى مجموعتين كبيرتين، الأمازيغ البتر والأمازيغ البرانس. في الحلقة الثانية طرحنا سؤالا عن إمكانية وجود أنبياء أمازيغ، وقلنا إن الله تعالى لم يسمي شيئا من ذلك، ولا ورد ذلك في السنة ولا في شيء من الروايات، إلا أن هذا لا ينفي وجود أنبياء أمازيغ، خاصة عندما نجد أن الله سبحانه وتعالى ينص في القرآن على أنه أرسل لكل أمة نبيا. وختمنا هذه الحلقة بذكر بعض من ادعى وزعم النبوة من الأمازيغ، وأشهرهم صالح بن طريف البرغواثي. في الحلقة الثالثة تحدثنا عن الصحابة الأمازيغ، وناقشنا تلك الرواية التي تفيد وجود صحابة من الأمازيغ وهم السبعة رجال من قبيلة رجراجا، فذكرنا المؤيدين لهذه الرواية والمعارضين لها، وأنهينا الحلقة بأن قلنا أن هذه الرواية لا تستقيم مع القواعد الحديثية المعروفة، وتبقى رواية تاريخية تراثية لها شيء من أمور التاريخ. في الحلقة الرابعة تحدثنا عن الأعلام الأمازيغ من التابعين، وذكرنا منهم شيخ المفسرين عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم، وأشرنا كذلك إلى نسبة بعض أهل التراجم لنافع مولى ابن عمر كذلك لبلاد الأمازيغ. وفي الحلقة الخامسة انتقل بنا الحديث إلى الكلام عن أعلام الأمازيغ من الفاتحين، وتحدثنا عن ثلاثة منهم. أولهم طارق بن زياد فاتح الأندلس وصاحب الفضل في حضارة استمرت 8 قرون، وثانيهم القائد الكبير مؤسس دولة المرابطين عبد الله بن ياسين الجزولي موحد القبائل الصحراوية وفاتح البلاد الإفريقية وكاسر المذهب البرغواثي، وثالثهم الداعية الشاب والتاجر الصالح أبو البركات يوسف البربري فاتح جزر المالديف وصاحب الفضل في وصول الإسلام لهذه الجزر ومحرر عقول أهلها من أوهام الخرافة والأسطورة. وفي الحلقة السادسة تحدثنا عن أعلام الأمازيغ من القادة والملوك، وخصصنا الحلقة لأعظمهم شأنا، أمير المسلمين وسلطان دولة المرابطين يوسف ابن تاشفين، هذا البطل الذي هو بطل معركة الزلاقة ومنقذ الأندلس من السقوط وصاحب السيرة الحميدة والصفات العظيمة. وأما الحلقة السابعة فقد استكملنا فيها الحديث عن القادة والملوك، وخصصناها لدولة الموحدين، وتحدثنا عن شيء من حياة الداهية الكبير زعيم الموحدين محمد بن تومرت الهرغي المصمودي، أحد أبرز القادة في تاريخ المغرب وأوفرهم ذكاء ودهاء وقيادة. ثم تطرقنا في نفس الحلقة إلى السلطان الشهير أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي الذي ترك بصمات خالدة، وهو صاحب أهم المعالم التاريخية والحضارية التي تزخر بها بلادنا. وأخيرا في الحلقة الثامنة أخذنا الحديث إلى الكلام عن أشهر رواة الحديث النبوي الشريف، وكان على رأسهم الإمام الثقة الحجة يحيى بن يحيى بن كثير الليثي المصمودي تلميذ الإمام مالك وراوي الموطأ عنه، وتعتبر روايته أشهر روايات الموطأ. وكذلك ذكرنا الإمام الحافظ سليمان بن بلال التيمي مولى آل أبي بكر وصاحب الروايات الكثيرة، وهو أحد رجال الصحيحين. هذه خلاصة ما ذكرناه في الحلقات السابقة من الموسم الماضي، وإن شاء الله تعالى أنتم مشاهدين الكرام على موعد مع ثلة أخرى من أعلام الأمازيغ،
فانتظرونا في الحلقات القادمة بحول الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.